ونستمر في العلا أيضا بعدما دشن محافظ الهيئة الملكية للعلا ووزير الثقافة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود الرحلات الجوية المباشرة بين الدوحة والعلا، وذلك بحضور وزير الثقافة القطري عبد الرحمن بن حمد آل ثاني. تهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى ربط الاتصال الجوي بمختلف الوجهات الدولية والمحلية وجعل العلا محطة سياحية واستراتيجية على المستوى العالمي.